هناك بعض الشخصيات تأتي إلى الدنيا وتحدث أثراً فتصبح أسطورة حتى بعد وفاتها، ومن هذه الشخصيات الساحر الأسطوري هاري هوديني الذي دفعه خياله الكبير والجريء وأعمال هروبه الرائعة لأن يكون واحداً من أشهر السحرة في كل العصور، ويعتبر من أشهر الذين كان لديهم قدرة على فك أقوى القيود. ولد هاري هوديني باسم إريك وايز في يوم 24 من شهر مارس عام 1874 في بودابست في المجر. كما ذكرنا أن هاري هوديني ولد باسم إريك وايز، ولكنه أخذ لنفسه اسم هوديني من جين يوجين روبرت هودن الذي كان ساحرا فرنسيا مشهورا في السنوات القريبة من القرن 19 الميلادي. وولد هاري من عائلة يهودية في المجر، ثم هاجر مع أسرته للولايات المتحدة، ولكن أسرته كانت لا تمتلك المال، لذلك عمل هاري في طفولته كبائع صحف وعدة أعمال أخرى من أجل مساعدة أسرته في توفير المال. عاش فترة طويلة من الجهد والعمل الشاق من أجل الحصول على المال، حتى جاء اليوم الذي شاهد فيه عروض السحر وأحبها حتى العشق، ولذلك قرر أن يشارك فيها. فبدأ حياته المهنية بأداء حيل أوراق لعب الكوتشينة، وكان في هذا الوقت يبلغ من العمر 13 عام فقط، ولكنه كان طموح جدا ولذلك تعلم وأتقن فن خدعة الهروب، وال التي كانت وما زالت لها شعبية كبيرة. وتميز هوديني بقدرته على الهروب من أي مأزق، حيث كان يتم ربط يديه وقدميه بكم كبير من الأغلال أو الصناديق محكمة الإغلاق، وساعده في هذا عمله في صنع الأقفال الذي أعطى له الخبرة والمعرفة عن كل ما يخصها، وسرعان ما حقق شهرة ونجاح كبير. أصبح هوديني معروفا بنقده الوسطاء الروحيين الذين يزعمون أن في استطاعتهم الاتصال بأرواح الموتى، وكان يعتقد أن الوسطاء يخدعون الجمهور، وكان يعيد عرض أعمالهم محاولا أن يبين أنهم كانوا دجالين مخادعين. جذب هاري عام 1899 انتباه مارتن بيك العامل في قطاع الترفيه، وسرعان ما حجز له أهم قاعات تقديم العروض في البلاد، ومن ثم بعثه في جولة لتقديم عروض أخرى في أوروبا. وللمصداقية تضمنت تلك العروض وجود عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يفتشون هاري قبل البدء، كما كانوا يقيدونه بأغلالهم ويضعونه في سجونهم. حققت عروض هاري نجاحا ساحقا، وسرعان ما أصبح واحد من أعلى المسليين أجرا في التاريخ الأمريكي. وفي عام 1900 بعد أن طور أعمال هروبه من المأزق أصبح نجما يقدم عروض في كثير من مسارح القمة في جميع أنحاء العالم. وكان العرض الذي يقدمه هوديني يصور حيلا سحرية وشرحا لما كان يعد خداعا روحيا. من الخدع التي اشتهر بها هوديني الدفن حيا، حيث تم دفنه في تابوت وتم لفه في الأكفان وتقييده بسلاسل وأقفال، ثم تم دفنه في عمق كبير جدا تحت الأرض. وبالطبع كعادته فاجأ المشاهدين بخروجه وفكه للقيود بمنتهى السهولة. شهرة هوديني تعدت الحدود، وما قدمه من خدع الخفة وسرعة الحركة أبهر الجميع، ولذلك انتشرت الكثير من الشائعات عنه، منها أنه على اتصال بالأرواح وهي التي تساعده في الهروب. ولكنه صرح أن كل ما يفعله يتعلق بالعقل والذكاء وليس به أي ظواهر خارقة، كما أنه أيضا كان يحارب بشدة كل من ادعى أنه على علاقة بالأرواح والعالم الآخر. ولقد حقق نجاح كبير في فتح الكثيرين من الأشخاص الذين ادعوا أنهم قادرين على استدعاء الأرواح من العالم الآخر من خلال بعض الجلسات الروحانية. فهو كان مقتنع بشدة أنه لا يوجد أحد يمكنه أن يستدعي روح ذهبت عن عالمنا، وبالفعل فضح كذب ونصب الكثيرين من هؤلاء من خلال إعادة عرض أعمالهم، ليصبح في النهاية من أعظم السحرة في التاريخ دون استخدام الكذب والنفاق والشعوذة. بلغ هاري ذروة نجاحه في عام 1912 عندما أدخل بما يعرف بحجرة المياه الصينية للتعذيب، حيث أصبحت هذه الخطوة الحدث الأبرز في مسيرته. ففيها تم تعليقه من قدميه وإنزاله في خزنة زجاجية أشبه بصندوق ومملوءة بالماء، وحتى تمكن من إنجاز المهمة والخروج منها
حيا. اضطر لحبس أنفاسه لأكثر من 3 دقائق متواصلة. لقد كان عرضا خطيرا وانطوى على الكثير من المجازفة. إن الثروة الهائلة التي جمعها هاري مكنته من اكتشاف شغفه خارج إطار عالم السحر، حيث قرر دخول عالم الأفلام والطائرات. فاقتنى طائرته الأولى عام 1909 وطار بها فوق أستراليا عام 1910 ليصبح الرجل الأول الذي يقوم بذلك. إلا أنه قد كشف لاحقا أن الكابتن كولين كان قد سبقه إلى ذلك وحلق برحلة قصيرة فوق أستراليا في ديسمبر عام 1909. كان هوديني من النوع الذي لا يكل ولا يمل من الدعاية لنفسه وعمله على غرار بي تي برنوم صاحب السيرك المشهور باسمه. وتروي السيرة عرض الفرار الذي أقيم في عام 1902 في بلاكبورن بإنجلترا، حين رفض هوديني أن يستسلم على رغم استعمال الأغلال المحكمة التي جعلت فراره مستحيلا. وبعد ساعتين استطاع هوديني الإفلات من السلاسل التي قيدته واستقبله الجمهور بالوقوف والتصفيق الحاد. ويروي الكتاب أنه في اليوم التالي كان ذراع هوديني ممزقتين ومتورمتين بشكل مخيف، لأن الأصفاد كانت مثبتة بشكل معقد، فلم يكن أمامه خيار سوى أن يمزق لحمه ليتخلص منها. شهرة هوديني لفتت أنظار المخرجين والمنتجين إليه، لذلك سعوا خلفه من أجل دخوله عالم السينما والاستفادة من شهرته العظيمة. وبالفعل اشترك هوديني في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، وظل هوديني لأكثر من 30 عام حديث الجمهور الذي أبدى إعجابه الشديد بهاري هوديني وعروضه المثيرة وتحمله الفائق عن الحد، حيث أنه قام بابتكار ألعاب سحرية محفوفة بالكثير من المخاطر الحقيقية والخداع والخفة. وبالفعل نجح هوديني في الخروج من حياة المستحيل، وهذا الأمر الذي جعل ظروف موته عام 1926 أكثر غموضا. فتوفى بعد أسبوع واحد فقط من عيد القديسين، تاركا جمهور عريض من المعجبين مصابين بالحيرة. وفاة هوديني بدأت القصة عندما جاء إليه 2 من المعجبين في الكواليس، وعندما تحدثوا معه قال أحدهم: من المعروف أن عضلات بطنك قوية جدا، ولكن أنا بطل ملاكمة، هل يمكن أن تتحمل عضلات بطنك بعض الضربات من يدي؟ ابتسم هوديني ولكنه تفاجأ بهجوم هذا الشاب عليه وضربه عدة ضربات في بطنه. تألم هوديني ولكنه تماسك، فهو لم يستعد إلى هذا الفعل الغريب والمفاجأ. وبعد بضعة ساعات قليلة شعر بألم شديد وسقط. وعندما تم نقله إلى المستشفى تبين أنه يعاني من انفجار في المرارة. وبعد أيام قليلة رحل عن عالمنا وترك خلفه الكثير من الخدع التي ما زالت تدرس حتى الآن. وفي ذلك الوقت اعتقد أطباء الساحر اعتقادا راسخا بأن المرض كان نتيجة الضربة التي تلقاها هوديني خلال لقاء الكواليس في مونتريال، وأن هذه الحالة من التهاب الزائدة الدودية قد تكون نادرة للغاية، حيث أنها حدثت نتيجة صدمة أو ضربة مفاجئة. وفي عام 1926 تم قبول تشخيص الوفاة على نطاق واسع، واضطرت شركة التأمين على الحياة إلى دفع تعويض لزوجته بسبب اعتبار الوفاة نتيجة حادث. بعد وفاة هوديني نشرت زوجته رسالة موجهة إلى المشعوذين كتبها هوديني قبل رحيله بفترة قصيرة، وهي: أنا لا أؤمن بتحضير الأرواح، ولو كان تحضير الأرواح حقيقة لعاد هوديني إلى الحياة، وهوديني العظيم لن يعود أبدا. بعد موته حصل شقيقه على الأدوات التي كان يستخدمها هاري وباعها في نهاية المطاف إلى الساحر وجامع القطع سيدني ريدنر. عرضت تلك الأدوات في متحف هوديني في ويسكنسون إلى أن بيعت عام 2004 في مزاد علني، من بينها حجرة مياه التعذيب والتي اشتراها الساحر ديفيد كوبرفيلد. حاولت زوجته التواصل معه بعد وفاته، وذلك عن طريق العديد من الوسطاء الروحيين، إلا أنها أعلنت بالنهاية عن زيف كل الأمور الروحانية في خطوة تكريمية له أطلق عام 2002 طابع يحمل صورته بسعر
43 سنت. قدم خلال الحرب العالمية الأولى العديد من العروض لتسلية الجنود وتعليمهم كيف يمكنهم الإفلات من الحبال والأصفاد في حال تم تقييدهم. من أشهر أقوال هوديني: أنا من أشد المولعين بالغموض والسحر، انظروا إلى هذه الحياة إنها مليئة بالغموض والسحر. العقل يصدق ما تراه العين وما تسمع الأذن. لا ينبغي على أي مؤدي أن يعض على الحديد المحمي إن لم يمتلك أسنان قوية. أعتقد أنني قد أتقاعد في غضون عام، فأنا لن أخذ أموالي معي إلى القبر، وأرغب بأن أستمتع بها مع عائلتي بينما أنا على قيد الحياة.